أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة معانا حلقة مليئة بالأحداث الرياضية والكروية الخاصة بدوري الحريف. الثلاث اللي فات اتعملت قرعة دوري الحريف، أو يوم الأسبوع اللي فات اتعملت قرعة دوري الحريف والاجتماع التحضيري بمدربين الحريف، وتمت المناقشة في كافة التفاصيل الخاصة بدوري الحريف. ده الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن دوري الحريف وهيبدا امتى والمجموعات اللي هتبدا والمواليد اللي هتبدا والفرق المشاركه. هيكون معانا مشرفينا طوال الحلقه النهارده الكابتن طارق الشيخ المدير الفني لاكاديميه اشبال مصر، والكابتن محمد العدوي المدير الفني لاكاديميه العدوي. ولكن قبل ما اروح لضيوفي وقبل ما ارحب بيهم، هنطلع نشوف تقرير مهم اتصور النهارده من داخل نادي الانتاج الحربي، ونرجع بقى نتكلم بالتفاصيل عن دوري الحريف وبدايه دوري الحريف. تعرف بيه؟ علي احمد علي، مواليد 2003، بلعب في نادي الانتاج الحربي. فريد ابو السعود فريد، مواليد 2001، في الانتاج الحربي. تستعد للموسم الجديد ازاي؟ والله انا بعد الحمد لله، يعني بعد اللي حصل كورونا والتوقف اللي حصل ده، رجعنا بنعمل فتره الحمد لله كويسين وماشيين بشكل كويس في التدريب، وان شاء الله نقدم موسم كويس. طموحاتك ايه مع الفريق الفتره الجايه؟ ان شاء الله نقدم حاجه كويسه واحنا بنتمرن كويس، والفتره دي احنا كنا عاملين يعني فتره كورونا وكده، بس احنا ان شاء الله راجعين يعني جامد يعني وكويسين الحمد لله. عبد الرحمن صالح زكريا 2002. عبد الرحمن حسين 2002. قول لي، بتستعد للموسم الجديد ازاي؟ اهو يعني بندوس على نفسنا في التدريبات والحمايات عشان يعني نعمل المنظر حلو ان شاء الله. طموحاتك ايه مع الفريق الفتره الجايه؟ ان شاء الله نحقق مركز كويس في الدوري ان شاء الله. خالد محمد سيد حسين الخولي، مواليد 2003. صديق يحيى صديق، مواليد 2003. قول لي، بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ بنتمرن على نفسنا الاول فرد يعني، وبعد كده بنيجي النادي بنتمرن برضو علشان نقدر نستعد للموسم. طموحاتك ايه مع الفريق الفتره الجايه؟ باذن الله نحقق مركز كويس. مصطفى سعد الجبر، مواليد كام؟ 2003. احمد طه احمد جبر، 2003. تستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ ان شاء الله ربنا كرمنا كده مركز كويس ونزلنا يعني ضغط على نفسنا، والكابتن برضو تمام معانا الحمد لله يعني، واللي بنقدر نعمله واللي هنقدمه هنقدر نقدمه للفريق، وده حاجه بتاعت ربنا اللي باقي بقى. طموحاتك ايه مع الفريق الفتره الجايه؟ ان شاء الله تكون احسن ونكون حاجه حلوه يعني ان شاء الله. خليل ثابت علي من اسيوط، مواليد 2003. مرانا محمد محمد خيال، مواليد 2004. قول لي، بتستعدوا ازاي للموسم الجديد؟ ان شاء الله تكون بدايه قويه وبنتمرن وبنيجي على نفسنا والكابتن واقف معانا برضه، وان شاء الله ناخد البطوله. طموحاتك ايه مع الفريق في الفتره الجايه؟ ان شاء الله ناخد البطوله، ربنا يوفقنا في اللي جاي، والكابتن معانا الكابتن نصر عامل معانا اقوى مجهود ان شاء الله. قول لي، انضميت لنادي الانتاج ازاي؟ عن طريق اختبارات. انا احمد معاطي من المنصوره، عم اللاعب مصطفى احمد معاطي. قول لي، ابن اخو حضرتك هنا وعرف الانتاج ازاي وانضم ازاي؟ والله هو كان في الزمالك، ولما حصل موضوع الكورونا بقى يعني صعب ان هو يروح الزمالك، فالحمد لله ربنا اكرمه وجه الانتاج الحربي، ولقينا فعلا عنايه كبيره يعني ما شاء الله، ناس كويسين واستقبال كويس يعني. عصام السعيد البهوتي، والد اللاعب محمد عصام البهوتي، هو من محله. قول لي، عرفتوا الانتاج هنا ازاي والولد انضم ازاي؟ والله عن طريق الكابتن يوسف، شافه في المحله واتفق معايا وجت قابلته هنا وانضم للنادي. علاء معاطي احمد معاطي، ابن عم الكابتن مصطفى احمد معاطي. قول لي، الولد انضم هنا الانتاج ازاي وراي حضرتك طبعا في الانتاج؟ والله احنا كان نفسنا يروح الزمالك بس ما حصلش نصيب، جبناه هنا الانتاج وموفر لنا كل حاجه وكل الراحه النفسيه وكل حاجه حلوه يعني. فوزي فتحي فوزي، مواليد 2004. محمد عصام البوتي. قول لي، بتستعد للدوري الجديد ازاي؟ الحمد لله، التمرين زي ما انت شايف قدامك تمرين بدني جامد جدا، الحمد لله يعني ان شاء الله نتاهل. طموحاتك ايه في البطوله السنه دي؟ ان شاء الله يعني نبذل اكثر جهد عندنا ان شاء الله وناخد الدوري باذن الله ونروح يعني حته احسن ان شاء الله. ابراهيم ضحى محمد الحلبي، مواليد كام؟ 2001. محمود سعد مرزق، مواليد 2006، من اسيوط. قول لي، بتستعد للموسم الجديد ازاي؟ ان شاء الله الدوري يبقى لينا ان شاء الله، وبالمجهود وبزملائنا لعيبه كمان ان شاء الله الدوري محسوم لينا.
عمر فتح. مواليد كام؟ 2005. محمد الشحات سالم مواليد 2004. قولي بتستعد للموسم الجديد ازاي؟ ان شاء الله يكون موسم قوي كده، وبنستعد في الملعب بقدر امكانياتنا وان شاء الله ناخد الدوري. محمد احمد جبر 2006. عبد الله فتح على 2006. طموحاتك ايه مع الفريق الجديد اللي انت لسه منضم ليه؟ ان شاء الله يعني باذن الله الدوري، ونستحق ان شاء الله ناخد الدوري. السيد ايمن ولي. مواليد كام؟ 2004. حمد حسن محمد ابو زيد 4. قولي بتستعد للموسم الجديد ازاي؟ انا بنتمرن مع كابتن ناصر، هو بيشتغل شغل كتير معانا، يعني شغل كتير بدني على الاماميه والخلفيه بس يعني. وانت بتستعد للموسم الجديد ازاي بما انك حارس مرمى؟ الكابتن خلي طلعني، كنا ملعبني في نوادي وكان ملعبني كتير يعني. اهلا محمد احمد جابر. مواليد كام؟ 2007. طموحاتك ايه مع الفريق الفتره الجايه؟ يعني ان شاء الله نبقى هطلع مركز اول ونحقق حلمي. شكرا اماني امام ومحمد جمال. ونرجع بقى نرحب بضيوفنا الكرام اللي مشرفينا النهارده، كابتن محمد العدوي المدير الفني لاكاديميه العدوي. منورنا كابتن محمد. شكرا كابتن، واشكر حضرتك على الفرصه الجميله. ومشرفنا النهارده كابتن طارق الشيخ المدير الفني لاكاديميه اشبال مصر وصائد الجوائز في دوري الحريف الموسم الماضي. اهلا وسهلا بحضرتك. اول حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. انت جاي طبعا كسبان النهارده في دوري مراكز الشباب في كفر عبيان، وكسبان 7-1، فجاي مزاجك رايق. بفضل الله الحمد لله. بتلعبوا مين النهارده كابتن؟ عملت ايه؟ بنلعب مركز شباب بسوس، والحمد لله النهارده كانت نتيجه ممتازه، رجاله في الملعب ادوا على اعلى مستوى، اشكرهم واحد واحد، واشكر مجلس الاداره براس الحاج يحيى ابو ناصر وكابتن ممدوح صبحي وكابتن سيد العزالي استاذ علاء باطا استاذ سعيد قاسم كابتن محمد شعبان على مساندتهم لينا ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله النهارده كان مكسب كبير 7-1 على فريق بسوس، وان شاء الله اول مجموعه، وان شاء الله باذن الله هنكمل تحقيق هدفنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. والفرقه بتاعتك من الفرق القويه جدا الحمد لله، في اخر 4-5 سنين متابعه يعني، وكنت حضرت لحضرتك نهائي من الفرق القويه جدا في الاليوبيه. الحمد لله جدا. كابتن طارق يعني عايز اقول لك ايه، يعني حمل تقيل انت داخل بيه السنه دي، باعتبارك ان كل الفرق اللي شاركت بيها 2005 و2001 والميكس كنت في الدوري وفي الكاس، انت يا اما بتلعب مباراه نهائيه يا اما بتلعب قبل نهائي يا اما نهائي، شايف ان ده بيديك دوافع اقوى، ولا ده بيحملك مسؤوليه اكبر، ولا شايف الموضوع ازاي؟ اكيد طبعا، يعني هو الوصول للقمه سهل، انما الحفاظ عليه بيبقى حاجه صعبه جدا. فالحمد لله احنا عملنا فتره تعديل كويسه، وان شاء الله داخلين باذن الله، انت عارف حضرتك على طول احنا بننافس مش بنلعب المشاركه. معانا شويه اولاد ممتازين جدا الحمد لله، دعمنا السنه دي بناس، يعني فرقه الميكس جبنا لعيب نص ده بيلعب في البنك الاهلي اللي هو وصل للدوري الممتاز، هيبقى معانا السنه ان شاء الله، يعني في تدعيمات كويسه ان شاء الله بحيث ان احنا نقدر. عامل سنواتك قوية من البداية. طبعا. بتخش انت بيبقى مركز انك تنافس على البطولة، يعني ده بيبقى هدفك الرئيسي، أنا ولا انت عندك اهداف اخرى؟ اكيد في اهداف اخرى، ان احنا نحاول نطلع نشأ كويس، يكون في تربية في اخلاق جنب المجال الرياضي طبعا، بس موضوع المنافسة وان هو يبقى بيلعب دايما على مركز اول، او ان هو بيبقى على طول بيلعب بينافس، دي حاجه كويسه ان هو بيخليه على طول بيبقى ايه، يعني اللعيب على طول مركز، بنلعب على طول على فوز. انا بتكلم معاهم على طول دايما في محاضرات ان احنا يعني ما بنعتبرش اكاديميه، انا بعتبر نفسي ان احنا شغالين بسيستم نادي، ان احنا على طول بنلعب على منافسه، بيبقى بقول لهم ان احنا لو هنصنف كاكاديميه بيبقى زينا زي الزمالك والاهلي، بنلعب على طول على اول او ثاني. يعني السنه اللي فاتت الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا خدنا بطوله دوري الحريف 2001 والثلاث بطولات التانيين يعني خسرناهم بضربات الجزاء، طالعين تاني في كل 2005 2003 الميكس، لكن انت حضرتك تتخيل ان احنا كلين شيت كل الماتشات بتاعتنا، اخر ماتش كلين شيت برضو خسرنا بضربات الجزاء، فيعني ما دخلش فينا جون واحد طول البطوله، بس ربنا كرم وما فيش توفيق ان احنا ناخد البطوله. كابتن عدوي برضو انت كنت وصلت ب 2009 او 2007؟ الحمد لله انا وصلت ب 2009 النهائي، والحمد لله كسبت دوري الحريف في 2009 و2007 وصلنا قبل النهائي، لكن ما حصلش نصيب الحمد لله. برضو شايف يعني نفس السؤال اللي سالته للكابتن طارق، هل دي بتحملك ضغوط؟
طبعا. ولا بتديك دوافع اقوى ولا الموضوع طبعًا. يعني الموضوع بيبقى سهل ولا صعب؟ السنه اللي فاتت كنت داخل وخبط السنه اللي فاتت ما كانش حد لسه ما حدش مركز معاك لسه او مع اكاديميه العدو. دلوقتي انت ده انا البطل بالظبط. انت البطل كابتن احمد الباشا 2007، كابتن حسين هليوبليس برده 2007، كابتن كرماني في 2011، احمد سعيد في يوتشر. فبقت في فرق الناس داخله عامله لها الف حساب طبعا. قبل البطوله ما تبدا، وخاصه كنت 2009 بلعب الكابتن احمد سعيد في وشر من الفرق المحترمه جدا جدا، ومفتكر دايما بفتكر كلمته. قال لي يا كابتن، كان معايا في المجموعه، قال لي يا كابتن عدو، انا وانت في النهائي، انا متابع كل الفرق، لكن انا وانت افضل فرقتين وان شاء الله في النهائي وباذن الله. والحمد لله وصلت النهائي وكسبته 1-0 الحمد لله رب العالمين. وكان مباراه سعيد ممتاز ممتاز جدا جدا، ومدربين المحترمين جدا جدا كابتن احمد سعيد، وبتمنى له التوفيق وان شاء الله ونبقى نتقابل مع بعض ان شاء الله في النهائي. 2009 كانت اول مشاركه لينا في دوري الحريف، وكانت حاجه ممتازه جدا انت من اول مشاركه تقدر تكسب دوري الحريف. ففضل الله كسبنا دوري حريف 2009 و2007 وصلنا قبل نهائي، وان شاء الله باذن الله السنه دي عندنا ضغوط كبيره جدا جدا، لان انا مشارك باربع فرق نتيجه لان الحمد لله للنتائج اللي احنا عملناها. فده ادانا الدافع ان احنا نشارك باربع فرق السنه دي، منهم 2011 2012 يعني جيل بنعتمد عليه ان شاء الله باذن الله عشان ننشئ فيه روح المنافسه من الصغر، وان شاء الله نقدر نربي جيل اخلاقيا ثم فنيا على اعلى مستوى باذن الله. حضرتك ده مشارك ب 2012 و11 و9 و7 و9 و7 و2005 و2006 و2005 2006 كابتن طارق، برضو نفس الفرق تقريبا اللي انت شاركت بيها السنه اللي فاتت حافظت على القوام بتاعها وبتشارك بيها السنه دي، يمكن ضفت فريق جديد اللي هو 2004 واستغنيت عن المشاركه بفريق 2001 ضمته لفرق الميكس. بالزبط. معنى انك بتحافظ على القوام بتاعك انك انت عندك خطة معينة شغال عليها، مش بتتغير كل سنة، او اللعيبة مش بتمشي وبيجي لعيبة جديدة، او ما بتشوفش ايه العدد اللي عندك وتشترك بيه، لا انت واضح كده من الفرق انك محافظ على الكيان بتاعك. في سلبيات وفي ايجابيات طبيعي جدا عندك السنة اللي فاتت خلال مشاركتك في دوري الحريف، انت هتشتغل عليها ازاي في الاكاديمية عندك؟ ايه اللي كان ناقصك؟ هتشتغل على تطوير، وايه اللي انت كنت شايف انك شغال عليه كويس هتحافظ عليه؟ يعني ناقصنا في الاكاديميه عامه السن الصغير بتاع البراعم. انا السنه اللي فاتت كان تدريبي كله في ملعب 11 الكم الاحمر، فطبعا ده كان بيبقى صعب على اولياء الامور ان هم، احنا اصلا من منطقتنا طبعا الوراق بعيده شويه عن الكم الاحمر، فما كانش بيجي لي السن ده خالص. السنه دي اشتغلنا، هنشتغل برضه يعني شغالين في ال 11 وفي خماسي، ابتدى ان احنا جالنا براعم، يعني بحاول نفسي ان شاء الله ان في الكاس اللي جاي ده اخش 7 و6 زي ما قلت لحضرتك، عايزين نعمل مسابقه ليها برضو باذن الله، يعني المسابقات الزوجيه، بحيث ان احنا يبقى ايه يعني من وانا تحت كده طالع من 7 6 5 4 3 2 1. على فكره انا عندي فرقه الميكس العظم بتاع الفرقه 1 و2، يعني مش ناس كبيره. يعني انا ممكن اكون انا اكبر واحد طبعا 45 سنه ومعايا كابتن مصطفى برضو حوالي 30 سنه. طبعا انت كده كده بتشارك وما بتطلعش من الملعب. اساسي انت مدير الفني، محدش يقدر يقول لك لا، ساعات في عندي مواهب ساعات ممكن يقول لي اطلع بره كابتن عشان انت كده خلاص كده. فيعني الحمد لله احنا عندنا الاكاديميه عائله، مش يعني كلنا مع بعض عيله واحده، كل الناس بتحب بعضيها، كل الفرق حتى بتحب بعضيها، يعني الفرقه اللي بتبقى بتشارك في الملعب الفرقه اللي بره قاعده بتشجعها. 2004 وليد الاكاديميه السنه دي كنا عملنا اعلان ان احنا نخش 4 و5 مع بعض، لقيت فرقه بحالها جايه الحمد لله ما شاء الله 2004 تمام، فابتديت اشتغل معاهم. انا شايف ان هم ان شاء الله السنه دي يبقوا احسن فرقه عندي، انا متوسم فيهم خير، مجموعه ممتازه جدا من اللاعبين، وطبعا حضرتك عارف اسامه شيكا من السنه اللي فاتت كان مع 3 كان هو 4 وكان بيلعب مع 3، طبعا هو السنه دي كده بقى موجود مع 4 مع نانا مع معاذ، يعني فرقه ان شاء الله تبقى حلوه من افضل اللعيبه اللي في الدوري. وطبعا برضو 2005 عندي ناس بقى سنتين بقى لهم معايا شربوا كل حاجه مني اللهم لك الحمد ومن كابتن مصطفى، ففرقه ممتازه جدا فيها نجوم عاليه جدا، يعني ناس المفروض ان هي تروح انديه. موضوع التسويق هو بس عندي دي السلبيات اللي عندي للاسف، انا يعني بعمل نتائج ومفيش حد بياخد حد، محتاج تشتغل على النقطه دي. بالظبط. برضو عبال ما اروح لكابتن عدوي افتكر عشان ما تنساش اسماء اللعيبه اللي عندك الكويسه اللي نقدر نعرضها ونتكلم عليها. كابتن عدوي، اهم الفرق اللي كانت عندك في المجموعه السنه اللي فاتت في 2007 و9 او اقوى الفرق او اقوى الاسماء اللي كانت موجود معك؟ الاسماعيلي كان من فرق قويه جدا، اسماعيلي 2007 كان فرق قويه، كان فرق كويسه جدا، فيوتشر من فرق كويسه جدا،
كان عندنا في 2009 كيب تاون فيكتوريا، وبرضه في موجودين برضه في 2007 فرق قويه جدا جدا، وكانت فرق محترمه جدا. حد مع دول معاك السنه دي في نفس المجموعه؟ نفس المجموعه معايا، اعتقد معايا نفس المجموعه معايا كيب تاون او فيكتوريا، اعتقد في نفس المجموعه. في نفس المجموعه اه. طيب بما انك فيوتشر معايا، فيوتشر برضه انت نهائي تاني يعني. فيوتشر معانا ان شاء الله. طيب انت اتكلمت عن الاسماعيلي، فرقه الاسماعيلي 2009 من الفرق اللي كانت مشاركه في دوري الحريف السنه اللي فاتت، و2007 و2008 هن برضه هنشوف بيستعدوا ازاي لدوري منطقه القاهره وبيستعدوا ازاي لدوري الحريف، ونرجع نستكمل الكلام. تعرف بيكي؟ مامة ادهم احمد الشهير بدوما. كلميني انضميتوا هنا نادي الاسماعيلي ازاي؟ والله احنا جينا في الاختبارات، وطبعا كان المكان يعني مهيئ للاختبارات على اعلى مستوى، والحمد لله رب العالمين قبلنا. وطبعا نحب نشكر دكتور عدي وكابتن ميمي غنيم والكباتن بتوعه كابتن هشام الدابي مدرب الفرقه بتاعت ابني على اعلى مستوى بصراحه، شيء هايل يعني. ايه المميزات اللي لقيتها هنا وما لقيتهاش في نادي تاني؟ لا الملاعب طبعا واسعه، الفرق اللي المدربين اللي بيدربوا الفرق مدربين على اعلى مستوى، المصداقيه، حاجات كثيره بصراحه. تعرف بحضرتك؟ صلاح حلمي، والد اللاعب محمد صلاح حلمي. احنا منضمين لنادي الاسماعيلي بقالنا 3 سنين، وطبعا نشكر الكابتن محمود الشيخ والكباتن كلهم عايمين بمجهود مع الاولاد، وربنا يكرمهم يا رب السنه دي وتبقى احسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله. ايه المميزات اللي لقيتها السنه دي في الدوري الحريف او في بطوله الحريف عموما والاسماعيلي ما كانتش موجوده قبل كده؟ توفير الملاعب ويعني التمرينات الجاده والشغل على الولاد ان هم يبقوا احسن ان شاء الله من السنه اللي فاتت، وفي تقدم ان شاء الله سنه عن سنه الحمد لله المستوى بيزيد والولاد بيستفيدوا بالخبره والحمد لله. تعرف بحضرتك؟ أشرف حنفي خليفة مكب. والد لا؟ عبد الرحمن أشرف وعماد أشرف. انضميتوا لنادي الإسماعيلي إزاي؟ والله انضمينا للنادي، أما هو يعني النادي الإسماعيلي طبعا نادي كبير ونادي معروف ونادي مشهور، فالحمد لله يعني انضمينا عليه باللعب والاهتمام اللي احنا شايفينه، فروحنا عليه على طول يعني. المميزات اللي لقيتوها هنا؟ المميزات اللي لقيناها هنا الاهتمام، الاهتمام قوي باللعيبة والتدريب، لقيناها 100 100 يعني. التمييز بالتدريب وكله والمواعيد واللعب، ما فيش يعني زي الملاعب بره والفرق بره بتلاقي اللعيب بيتاخر، ما فيش حد بيكلمه بيزعق له، في اهتمام قوي هنا. تعرف بيك؟ ادهم احمد واللقب بدوم. مواليد كام؟ 2011. تستعد ازاي للدوري الجديد؟ نازلين طحن ان شاء الله. قولي طموحاتك ايه مع الفرقه السنه دي؟ احنا نكسب الدوري ان شاء الله. نفسك تبقى زي مين؟ محمد صلاح. شكرا. تعرف بيك؟ عمار محمد علي. مواليد كام؟ 2010. وانت؟ بجد احمد كمان. مواليد كام؟ 2011. تستعدوا ازاي الموسم الجديد؟ ان شاء الله ان شاء الله هنستعد للموسم الجديد، والكابتن بيقول لنا حاجات هننفذها في الماتش ان شاء الله. وانت طموحاتك ايه مع الفريق؟ الفريق الحمد لله كويس، والكابتن بتاعنا بيمرنا حلو، وان شاء الله هنحقق الموسم الجديد. محمد صلاح حلمي، مواليد 2008. سيف ياسر عبد المجيد حسن، مواليد 2008، تحت إدارة الكابتن باسم. أنا بتستعد للموسم الجديد ازاي؟ إن شاء الله بنتمرن على الكابتن باسم معانا وكابتن نادر، ويعني وبصراحة هم مش سايبيننا يعني، وكل حاجة حلوة في القطاع. قول لي طموحاتك إيه مع الفريق الفترة الجاية؟ ان شاء الله هنحقق في الدوري ان شاء هنحقق في الدوري ان شاء الله، هنكون رجاله بفضل كابتن باسم وكابتن نادر والرجاله اللي معانا اللي بيتمرنوا كويس جدا، فاحنا هنحقق وهناخد البطوله ان شاء الله. بي حنا دايما كامل. مواليد كام؟ 2008. فريد رمضان عيد 2011. قول لي بتستعد للموسم الجديد ازاي؟ ان احنا نحقق ناخد الدوري يعني مع الفرقه كده كلنا. كابتن بيطلب منك ايه؟ ان احنا نبقى ملتزمين بالفرقه كلها ونتجمع، عشان في ماتشات بتبقى الفرقه نازلين قصاد فرقه قويه جدا في الدوري. طموحاتك ايه مع الفريق؟ ايه طموحاتك ايه مع الفريق؟ يعني نطلع لاعبين ونفوز عليه وناخد الدوري ونطلع ابطال ناس في مصر. تعرف بيك؟ البسوين الثاني. البسوين مين هنا ليه؟ محمد شوقي. عرفتوا هنا ازاي وانضموا ازاي؟
هو كان في الفريق القديم وجه اختبارات وقبل المفنين. طيب طموحكم ايه الفتره الجايه مع الولد هنا؟ ان شاء الله يكمل في النادي ويكون حاجه كويسه ويتصعد للفريق الاكبر منه. الولد بتدعموه ازاي في البيت؟ والله بنحاول ننسقها بين الكوره والدراسه وكده و... المميزات اللي لقيتوها هنا في الفريق؟ لا فريق محترم الصراحه وبيقدم حاجات حلوه للعيبه وماتشات كويسه وهو الولد بمستواه بيزيد هنا في النادي. شكرا. شكرا تاني الاماني مام ومحمد جمال من ملعب نادي الاسماعيلي مركز شباب الساحل. كابتن طارق، كنت بسال حضرتك قبل الفاصل اللعيبه اللي عندك يعني ممكن تقدمهم للكره المصريه في وقت قريب. وقبل اللعيبه طبعا بحب اشكر كابتن مصطفى زدان المدير الفني معايا فرق 2003 وطبعا ام عبد الله داري الفريق. طبعا لعيبه عندي في فريق الميكس طبعا في بلال الحاوي لاعب ممتاز جدا، قباقه احمد حمدي، محمد عيسوي 2003 عندي محمد حاتم، محمد عصام بوسه، ايمن ابو رواش، علي الفرود، علي احمد علي 2004 طبعا اسامه شيكا، معاذ احمد، عبد اللطيف، محمد ماهر، نانا 2005 طبعا عفروت وسونيك وسيف والجن. عندي حراس ممتازين جدا عمر عبد المتعال وسحس دول بتوع الميكس، محمد عبد الحميد 2003 وعندي عمار جون 2006 ممتاز جدا واحمد عبد الحي 2004 وعمر 2005 يعني في طبعا عبد الرحمن بهلول ده 2001 ده يعتبر مدير التعاقدات بتاعنا يعني ده دايما هو اللي جايب لي نص السنه دي من نادي البنك الاهلي. تمام. هو لعيب وشغال تعاقدات لعيب عندك وشغال تعاقدات بالظبط. مهاب طبعا 2003 ده كابتن فرقه 2003 ما اقدرش انساه. انت عندك مهاب وشيكا وعندك 3 4 لعيبه كده ان شاء الله ما شاء الله عليهم الفرقه كلها الفرقه دي محترمه جدا عندك كابتن عدوي. برضو اللعيبه اللي عندك كويسه اللي تفتكر بقى اسماء، لان طبعا مش هتقدر تفتكر كل الاسماء. عندي من 2005 2006 محمد وصبي حارس مرمى ممتاز جدا جاله نادي العبور مؤخرا. عندي معاذ اينو لعيبه محترمه قوي. عندي احمد سعيد سقفان 2006 لعيب ممتاز. عندي من 2007 2008 عندي يحيى عامر بيراميدز. عندي ياسر الشحري، عندي باطا، عندي احمد ابو صبيح، عندي جون محمد ابو سليم من جوان ممتازه جدا جدا وكان سبب في وصولنا لقبل النهائي. عندنا احمد حاتم الشامية لعيبه ممتازه جدا. عندي من 2009 طبعا بقى دول الابطال يوسف صفندي، عندي محمد حازم الخولي، عندي سيف ما شاء الله سيف رمضان، عندي بلال، عندنا سيد، وعندنا ضحى، وعندنا يوسف عبد السميع حاوي بتاع الفرقه ما شاء الله عليه، محمد ياسر لعيبه ممتازه. عندي 2011 2012 طبعا مازن محمد العدوي طبعا خالد الشحري ما شاء الله معتز لعيبه ممتازه. طبعا ادهم بطنين، عندي سيف عم رمضان حاول صغير كده ما شاء الله عليه ان شاء الله هنعمل حاجه محترمه السنه ان شاء الله. خلي بالك انت الاكاديميه بتاعتك في الاليوبيه والاليوبيه والمحافظات الفيوم والمنيا والشرقيه من المحافظات الولاده اللي طبعًا بتطلع مواهب كتير. كابتن برضو الجهاز الفني انت حضرتك معاك الكابتن مصطفى، انت والكابتن مصطفى والجهاز الاداري وباقي افراد الجهاز اللي معاكم، طموحكم ايه في الاكاديميه الفتره اللي جايه سواء دوري حريف او غير دوري حريف؟ يعني بتشتغلوا على ايه وبتخططوا ازاي؟ وانا عارف يعني انت بتكلمني من قبل ما الدوري يبدا تقول لي يا كابتن السنه الجايه هنشتغل على ايه، مواليد ايه عشان نشتغل عليها من دلوقتي، الكاس لسه ما بداناش الدوري بتقول لي انت هتعمل مواليد ايه في الكاس، فاكيد انت عندك بلان او خطه طويله بتشتغل عليها وعندك طموحات معينه داخل الاكاديميه نفسها، انت ايه اللي هتشتغل عليه الفتره الجايه؟ انا نفسي ان هي قصه تسويق بس، ان احنا نحاول ان احنا نمشي ناس من عندنا تروح في حتت اللي هي تستاهلها، لان والله يعني انا شايف عندي ناس تلعب فرق عاليه بس لسه ما فيش النصيب ان هم يروحوا. انا قلت لهم فهمتهم ان الكوره دي رزق طبعا، زي ما يكون ربنا هيريد هيجي لك رزقك، فانت بتعمل عليك، بتتمرن، بتشتغل، بتحاول انت تعمل اقصى حاجه عندك، ولو ليك نصيب في حاجه بتشوفها. تمام، هي دي القصه كلها. احنا ان شاء الله برضو هنحاول نساعد في السنه دي في دوري الحريف. معانا الكابتن ماهر همام، معانا الكابتن محمد اليماني، معانا لجنه فنيه، معانا متطوع او مش بشكل رسمي بشكل ودي الكابتن احمد السيد، دي لجنه فنيه هنبدا نتواصل معاها ويبقى في لجان ان شاء الله في الملاعب من المدربين والمراقبين اللي موجودين من خلالهم
هنقدر نشتغل على الموضوع التسويق. يعني احنا الحته دي احنا شغالين عليها كويس قوي في حته البراعم. بس كابتن في فكره نقدر نعرضها لحضرتك واحنا على الهواء حاليا، ان احنا نعمل منتخب لكل مرحله سنيه. تمام. الغرض منها تسويق لعيبه على اعلى مستوى في ظل وجود اللجنه الفنيه الممتازه بقياده الكابتن ماهر همام. وطبعا ده بيوديني ان انا اشكر على الهواء طبعا وبارك لابني عبد الرحمن ممدوح صبحي انتقاله لنادي اتحاد الشرطه 2010، وبارك له ابني وابن كابتني، واتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب يعني لما قلت زي ما حضرتك قلت اقتراح مهم جدا، هو الاقتراح ده احنا مجهزينه من 3-4 سنين، ولكن لضيق الوقت ولظروف معينه احنا بنمر بيها، لان موضوع الدوري يا كابتن طارق موضوع متعب جدا ومرهق جدا طبعًا علينا يعني بدنيا وذهنيا. والله انا احب برضه اشكر الاستاذ سعيد المصري وكابتن ميمي وكابتن كريم سعيد، مجهود ممتاز الناس كلها. فالاقتراح بتاع حضرتك احنا مجهزين، ياريت ولكن ان شاء الله السنه دي ده هينقل دوري الحريف في حته ثانيه خالص. تعاقدنا برضه مع دكتور عدي ابراهيم وهو للموضوع ده تحديد، هو المنتخبات اللي هو يبقى مشرف عليها. تمام. المنتخبات اللعيبه الكويسه اللي في المنتخب اللي في دوري الحريف نقدر نطلعها ونعمل منتخب من كل مرحله سنيه، ويبقى الدكتور عدي هو المشرف على وده هيعلي روح المنافسه كويس جدا جدا في دي دوري. حقيقه وده من الحاجات المهمه جدا. طيب حضرتك قلت اقتراح برضو، هنشوف المدربين في الاجتماع التحضيري لدوري الحريف اللي كان يوم السبت اللي فات قالوا ايه واقتراحاتهم كانت ايه وتعليقاتهم على انطلاق وبدايه دوري الحريف كانت ايه، ونرجع نستكمل حلقتنا. نتعرف بيك؟ كابتن عبد الفتاح محروس. أكاديمية إيه؟ أكاديمية ابن سينا. نتعرف بحضرتك؟ كابتن مصطفى علي أكاديمية ابن سينا. كابتن عايزين نعرف النهارده إيه اللي تم في الاجتماع؟ تم مناقشة اللوائح طبعًا، وساعدنا بالتعرف على بعض كمدربين. النهارده كل واحد عرف اسمه كمدرب واسمه كأكاديمية، وبدأنا إن احنا نناقش اللائحة مع بعض، ولو في أي تعديلات الكابتن محمود كان مرحب جدًا بأي تعديلات، أو أي مثلًا لو في تصحيح للائحة هتفيد الولاد وهتفيد المشاركة وهتفيد الأكاديميات اللي موجودة، كان حابب يسمع جميع الآراء وجميع التصحيحات لو في تصحيحات من كل المدربين المشاركين. كابتن إيه الإفادة النهارده في الاجتماع؟ والله هو كابتن محمود يعتبر يعني لخص حاجات كتير قوي بتقابل مدربين كمشاكل، وقبل كل الاقتراحات طبعا بصدر رحب، وده معروف عن الكابتن محمود من قبل ما نيجي. احنا اول مشاركه لينا مع كابتن محمود في دوري الحريف، لكن ان شاء الله مش هتكون اخر مره، وان شاء الله باذن الله يعني الاقتراحات اللي المدربين المحترمين قدموها واللي احنا برضو قدمناها ان شاء الله كابتن محمود وعدنا ان هو هيتم الموافقه عليها، وانه يتيح للناس الاقتراحات. ده طبعا ما بيحصلش حتى في دوريات اتحاد الكوره وكلام زي كده، احنا بقالنا سنين بنشارك في اتحاد الكوره وكلنا شغالين في انديه، فحته المقترح ذات نفسه انه يتوافق عليه او يتسمع عموما ده نادرا ما بيحصل في مصر. يعني كابتن حسام علي مدرب حراس مرمى اكاديميه الموهوبين بشبرا هنا في مصر. اهلا بك يا كابتن، تشرفنا بحضرتك. تعرف بك يا كابتن؟ الكابتن عبد محمد حسين. اكاديميه ايه؟ موهوبين. كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. والله النهارده انا شايف الكابتن محمود بيتكلم في نقط كتيره جدا، منها وقت الماتشات وتوقيت الماتشات وتوقيت اللعب في الفرقه هنا، وتنظيم الماتشات بالنسبه للاكاديميات، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه للي هو بيقوله، لان احنا بنشوف بعض الاكاديميات اللي بتعمل لها ماتشات بتلاقي فيها رجاله وبتلاقي فيه شغل مش مظبوط، لكن هنا الحمد لله في سيستم موجود كويس الحمد لله. كابتن اول سيزون تشاركه ولا شاركته قبل كده؟ اول سنة. الميزه اللي خلتك تيجي دوري الحريف؟ الميزه اللي فيها ناس كويسه وفي ناس محترمه في الملعب، وقاعدين ننافس ان شاء الله في الدوري ان شاء الله باذن الله. مع حضرتك كابتن احمد حمدي اف سي بورتو. متعرف بيك؟ كابتن عم محمد علي نهائي 2 للعالم. كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. والله الاجتماع كان كويس، وكان عباره عن قرعه واغلب الحاجات على الجروب موجوده، يعني بنعرف من هنا شويه من هنا شويه. هو دوري كويس محترم، انا بشوفه بيوازي لدوري اتحاد الكوره بنسبه كبيره، فانا ما بشوفش اختلاف الصراحه. كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بس كابتن محمود الشيخ النهارده كان مجمعنا، كان بيدينا الاجراءات اللي احنا هنمشي عليها، المواعيد بتاعه الدوري ان شاء الله، بيقول لنا ان الجداول هتنزل في اقرب وقت، عايزين نشترك، اللي ناقصه اوراق، بيعرفنا مواعيد القيد هتقفل امتى هتفتح امتى، بنعرف بنحط الخطه اللي جايه كلها للدوري، بما ان في عندنا قطاع ناشئين وقطاع براعم، فكان بيعرفنا كل واحد هيبقى الاجتماع ماشي على ايه والدوري هيبقى ماشي ازاي. كابتن محمد رمضان مدرب حراس مرمى،
أكاديمية أجيال مصر وأشبال بلال وأكاديمية الموهوبين. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا كابتن. ولاء إداري أكاديمية أشبال بلال. أهلا بك. أهلا وسهلا. كابتن طبعا النهارده حضرت الاجتماع. أكيد طبعا. عايزين نعرف بقى استفدت إيه النهارده؟ والله أنا شاركنا قبل كده في دوري قبل كده بس إن شاء الله هيكون خير قوي في الجاي ده بإذن الله. كابتن كلمنا النهارده عن حضورك للاجتماع. الصراحه كابتن محمود الشيخ اتكلم من كل حاجه احنا ما اتكلمناش، هو اتكلم خلص كل الكلام زي ما بقوله. يعني احنا دخلنا ان شاء الله دخلنا الدوري ده عشان احنا داخلين دوري قبل كده طلعنا مركز ثالث بثلاث فرق 2004 2011 و2009. باذن الله ان شاء الله هنخش الدوري ده ان شاء الله حاجه احسن ان شاء الله. اخد اول. كابتن محمود جمال. اكاديميه ايه؟ دريم اكاديمي. تعرف بك يا كابتن؟ كابتن عمرو محمد، أكاديمية دريم بالعاشر من رمضان. كابتن كلمني بقى عن الأكاديمية شوية وقولي بتستعد إزاي إن شاء الله للموسم الجاي. احنا إن شاء الله داخلين الموسم السنة دي إن شاء الله بأبذل جهد إن شاء الله، وإن شاء الله نحقق فيه حاجة، وإحنا أول سنة نخش الدوري الحريف وبنسمع عنه كلام حلو قوي. تمام، وإن شاء الله يبقى خطوة لنا حلوة وشغل تسويق لنا عالي إن شاء الله. تستعد إزاي إن شاء الله للسيزون الجاي؟ تمرين حلو كده وبإذن الله نبقى مركز اول ان شاء الله. كابتن محمد صبري، نجوم مصر، اكاديميه نجوم مصر. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. كابتن عايزين نعرف ايه تم النهارده في الاجتماع. احنا كنا طبعا بنتكلم عشان خاطر اللائحه بتاعه البطوله وعشان خاطر الاجراءات اللي احنا هناخدها في البطوله، في التغييرات في الوقت بتاع المباراه، في الحاجات دي كلها. كابتن علاء عبد الطيار، المدير الفني لاكاديميه برشلونه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كابتن عايزين نعرف النهارده ايه اللي تم في الاجتماع. والله انا شايف ان الاجتماع كان مثمر، والكابتن محمود ومجموعه الحريف يعني اللي شغالين صعب بيبذلوا مجهود كبير. ترحب بحضرتك. انا اسمي كابتن عيد رضا، اكاديميه نجوم مصر. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. والله النهارده الحمد لله كان كابتن محمود النهارده وكابتن سعيد، كان النهارده المدربين كلهم موجودين والاجتماع كان كويس الحمد لله، وعشان نعرف الدنيا في الدوري تبقى ماشيه ازاي والكلام ده. شكرا بسمة رشوان ومحمد جمال على هذا التقرير مع المدربين المشاركين في دوري الحريف. برحب تاني بالكابتن محمد عدوي وكابتن طارق الشيخ اللي مشرفينا في حلقتنا النهارده. كابتن طارق، يعني حضرتك بقى معانا في الحريف بقالك 3 سنين في دوري الحريف. بالزبط. بقالك 3 سنين، ده الموسم الثالث اللي هيبدا ان شاء الله. بالزبط. اكيد في اضافات بتحصل، اكيد في تغييرات بتحصل سواء للسلب او الايجاب، او يعني اكيد في حاجات بتتغير في 3 سنين، يعني اكيد رصدت مجموعه كبيره من الملاحظات. انا يهمنا والناس يهمها تعرف ايه الفرق وايه الاضافات الجديده وايه اللي انت شايفه بيتغير. لا بصراحه الحمد لله، يعني من سنه لسنه الاضافات اللي بتحصل كلها دايما لقدام. الحمد لله الحريف دايما في تقدم. يعني احنا اول سنه اشتركنا فيها كنا مشاركين في مجموعه البراجيل، كانش فيه طبعا تسليط اعلامي، كان في التحكيم كان سيء. السنه اللي فاتت دي بسم الله ما شاء الله التحكيم ممتاز جدا جدا، من اسباب نجاح البطوله الحكام كابتن صيام، كابتن حمو، كابتن ياسر، كل الناس بصراحه كانوا يعني شغالين ممتازين جدا. برضو الميديا اتحسنت جدا عن السنه اللي قبليها. يعني دي حاجات طبعا كلها كانت سلبيات السنه الاولانيه، السنه اللي فاتت دي الحمد لله مش موجوده. نتمنى كمان السنه الجديده يكون يعني الاقتراحات اللي احنا عملناها واتكلمنا فيها في الاجتماع لو اتنفذت هتنقل الحريف نقله ثانيه خالص. وحضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بتسمع ومتفهم، وحضرتك يعني الواحد بيبقى عايز يقول حاجه بيلاقيها عند حضرتك اصلا، فاهمني؟ فدايما لما بيبقى الموضوع دايما يعني ايه، ما لم يتجدد يتبدد. فطول ما حضرتك بتجدد وبتحاول ان انت حضرتك تعمل شغل جديد بتلاقي نفسك على طول دايما بتبقى في القمه وتفضل محافظ عليها ان شاء الله باذن الله. يعني احنا برضو كابتن عدوي انت معانا السنه الثالثه دي اللي هتبدا ان شاء الله، صح؟ الثالثه ولا الثانيه؟ لا دي ثانيه، وقبل كده في كاس، وقبل كده كانت السنه الثالثه. احنا لسه بنتكلم في الفاصل، احنا بنحاول نجدد. تمام. وبنحاول نجدد، واول سنه انا دايما بقول للناس اللي بتكلم معاها مش عيب، يعني اول سنه كنت بقيم 30% مثلا دوري الحريف، كانت لسه فكره جديده ومش عند حد في مصر، وكانت مجرد فكره، وقعدت عشان اعملها 3 4 سنين بجهز لها. تمام. تاني سنه بقينا 50% 60% او ما وصلناش ل 60%. ثالث سنه اللي هي السنه اللي قدمنا شويه. رابع سنه كان في تطور. انت برضو حضرتك ثالث سنه
شايف ايه الفرق؟ شايف ايه السلبيات اللي بقت ايجابيات؟ وشايف ايه السلبيات اللي انت تتمنى ان هي تتغير؟ لان احنا برضو بنتكلم مش عايزين نتكلم على الايجابيات بس، الناس تقول لك ده قاعدين لك اي حاجه في الدنيا اللي فيها سلبيات وايجابيات. اهم الحاجات السلبيه اللي كانت بتواجهنا في دوري الحريف هي كان استخراج الكرنيهات. كانت في مشكله كبيره جدا في استخراج الكرنيهات، الورق كتير، ده تايه، ده راح فين كده. لكن الحمد لله مع مرور المباريات بدات العمليه تنتظم، وبدات الكرنيهات تقدر كل واحد بقى معاه الكرنيهات الخاصه بالاكاديميه بتاعته. انا اشكر كريم سعيد المصري اللي هو يعني المسؤول عن استخراج الكرنيهات، وبالحقيقه من ساعه ما انضم وتولى هذه المهمه وهو يعني منظمه بشكل كويس قوي. فعلا دي حاجه تحسب له. النقطه الايجابيه المهمه جدا جدا ملعب الساحل، حضرتك انت وفرت كتير جدا على الاكاديميات بملعب الساحل، ملعب ما يكون حضرتك ملعب خاص تحت ايدك وملعب ملك للاكاديميه وملك دوري حريف، ده المكان محترم، المكان جاذب كتير جدا جدا لكل الاكاديميات، فده نقطه ممتازه جدا. وان شاء الله نتمنى في القريب العاجل ملعب الماظه يخش ان شاء الله باذن الله الاسبوع الثاني او الثالث في الدوري الحريف، وتبقى اضافه كبيره جدا، هيكون ملعب الماظه وهيكون مجهز لاستقبال دوري الحريف بشكل لا تتخيله. ان شاء الله يعني بنجهزه دلوقتي كل التجهيزات، مش ملعب بس يا كابتن طارق اللي بنجهزه، احنا بنجهز المقصوره ازاي تستقبل الكاميرات وازاي تستقبل الضيوف، بنجهز الكافيتيريا ازاي الناس لما تدخل، بنجهز مكان للبارك للسيارات، يعني ان شاء الله حاجه الناس هتفتخر بيها وتبقى حاجه كويسه جدا. نشكر كابتن الدينامو كابتن ميمي وكابتن سعيد المصري وكريم، لا الناس دي مجهود خرافي بجد يعني طبعًا. بنشكرهم جدا جدا على المجهود الرائع اللي بيقوموا بيه، وطبعا بوجه شكر لشيخ المدربين وابو المدربين الكابتن كرماني. طبعا حبيبنا طبعا كابتن كرماني حبيبنا. الايجابيات جدا الايجابيات المهمه جدا في السنه الجديده ان شاء الله موضوع البطايق، يعني هنشتغل كارنيه جنب البطاقه بالنسبه ل 2003 و 2001 والميكس، دي حاجه ممتازه جدا مش موجوده حتى في دوري اتحاد الكوره، دي حاجه بتمنع التزوير. انا واحد من الناس ما بحبش ان انا اخش دوريات اتحاد الكوره بسبب قصه التسنين والتزوير والكلام دوت، انما طبعا في النظام الجديد اللي هو بتاع الحريف دوت ان يبقى فيه بطاقه جنب الكارنيه، ده بيمنع التزوير تماما، بيخلي كل لعيب ياخد حقه. لو فعلا زي ما حضرتك بتتكلم من كابتن ماهر وكابتن يماني يبقى في لجنه بتشوف الناس ديت، هيشوف لعيب يبقى هو في سنه الحقيقي بيلعب مع الناس في سنها الحقيقي، فهو لو فعلا ممتاز وموهوب هيبقى الراجل دوت ممكن ان هو ايه يروح في حته كويسه، ده اللي احنا بنتمناه كلها. يعني هو دي من اهم اهداف مشاركه اي فريق في دوري الحريف ان هو يسوق لعيبته في حته كويسه. اكيد. فنتمنى ان ده يحصل ان شاء الله السنه ان شاء الله. زي ما سمعنا كابتن طارق وكابتن عدوي المدربين قالوا ايه في الجزء الاولاني من التقرير اللي فات، هنسمع برضو المدربين اللي حضروا الاجتماع التحضيري لدوري الحريف قالوا ايه، وهنرجع نستكمل باقي حلقتنا. كابتن ضياء ترك مدير فني وصاحب اكاديميه حورس. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن. عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. لا اتناقشت فيه حاجات كتير قوي، من اهمها برضو كان المدربين لهم طلبات، بصراحه كان اللقاء ودي، وفي حاجات هتتقبل ان شاء الله وهتتنفذ، وفي حاجات صعبه انها تتنفذ، وده كله سواء صعب او سهل ده في خدمه ولادنا اللعيبه كلها بتاعه الفرق المشتركه. كابتن احمد عبد العزيز. اكاديميه ايه؟ اكاديميه سبيرس. كابتن احمد عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. هو الاجتماع النهارده كان بخصوص اللوائح ونشوف الاكاديميات ايه اللي ناقصها قبل بدايه السيزون الجديد ده في دوري الحريف، فقعدنا مع كابتن محمود الشيخ النهارده وكل الاكاديميات النهارده، وكنا يعني الحمد لله اجتماع مثمر يعني عشان نبدا ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله. كابتن احمد صيام مدرب نجوم شبين القناطر. اكاديميه ايه يا كابتن؟ اكاديميه نجوم شبين القناطر. طب يا كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. والله النهارده كان كل اجتماع الغرض منه في الاول وفي الاخر بنحاول بقدر الامكان نطلع بمنظومه كويسه، ونحاوزين دوري الحريف دوت زي ما دوري القاهره موجود او دوري الجيزه موجود، احنا الحمد لله رب العالمين يمكن دوري الحريف النهارده بينافس كل الدوريات ده، دليل على كده ان احنا بدانا نفكر نيجي نشترك وما نشتركش في الدوري اصلا اللي هو بتاع الاتحاد. رأفت جابر من السويس، اكاديميه ستار اكاديمي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كلمنا النهارده عن الاجتماع. والله النهارده الحمد لله احنا ناقشنا نقط كتيره جدا في البطوله، وحاجه يعني حاجه محترمه جدا ما لقيناهاش في اي دوريات تاني ولا حتى موجوده في اي بطولات تانية احنا شاركنا فيها. عمر احمد. اكاديميه ايه؟ النجوم اكاديمي. كابتن عمر كلمنا النهارده عن الاجتماع، ايه اللي تم فيه بالظبط؟ بصراحه كنا بنناقش بعض الامور في الدوري، ان الاخطاء او الحاجات اللي ممكن حابين ان احنا نضيفها. تمام. بصراحه اجتماع كويس جدا وبشكل كبير، يعني
حاجات يعني كنا بنتكلم في نقطه الوقت، عمليه الوقت، وتوصلنا لحل كويس يعني. كابتن محمود ان شاء الله يرد علينا بحاجه كويسه. كابتن محمد العيدي، اكاديميه توم يونايتد. توم يونايتد اكاديميه ايه؟ كابتن محمد نبيل مانجا، اكاديميه توم اي يونايتد. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك كابتن. عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. والله كان الاستاذ محمود الشيخ كان بيشوف ايه الحاجات اللي هي ممكن مثلا تفيد الدوري ويضيفها ان شاء الله، فكنا بنتكلم مع بعض بنتناقش في الموضوع ده. عايز اعرف الاجتماع النهارده فادك ولا لا؟ لا اكيد طبعا، يعني في طبعا كان في سلبيات احنا كنا عايزين نتغاضى عنها اللي حصلت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. فطبعا الاستاذ محمود النهارده كان عامل اجتماع عشان خاطر ما يبقاش في عندنا اي سلبيه ونطلع بالدوري بشكل كويس. معايا كابتن بيكو اكاديميه بورتشاجا، كابتن حماده الشاشيني مدرب حراس مرمى اكاديميه بورتشاجا. كابتن عايزين نعرف ايه تم النهارده في الاجتماع. والله بص، هو الاجتماع كنا بنناقش فيه اللائحه بتاعه البطوله، كان فيها شويه يعني مشاكل كده من ناحيه الوقت ومن ناحيه التغييرات، و يعني بنحاول نتغاضى مشاكل البطوله السابقه، ان احنا كنا اشتركنا في البطوله اللي قبل كده وكان في مشاكل كتير، فاحنا كنا بنحاول نقرب وجهه النظر لكابتن محمود الشيخ بحيث ان المشاكل بتاعه البطوله اللي فاتت ما تتكررش برده البطوله دي. تاني موسم حضرتك النهارده معانا في دوري الحريف صح؟ لا، هو انا كنت دخلت قبل كده فكانت دوري الحريف من سنتين، وبعد كده دخلت بطوله تانية ورجعت كابتن محمود الشيخ تاني. طبعا حابب ليه بقى؟ عشان في مميزات ولا في ايه؟ لا انا حابب اشكره على حسن الاستضافه طبعا بتاعه النهارده. قبل اي حاجه اه طبعا في مميزات، ان الراجل بقى عنده ملعب دلوقتي متاح ليه هو، انه يقدر ناخد راحتنا في المطوشه في الوقت بتاع اللعيبه. زهران مدير فني فريق المستقبل 2005، دي ثالث سنه ان شاء الله نشارك يعني في الوقت. ايه نتعرف بيك؟ كابتن محمد سعيد مدرب عام 2005 اكاديميه المستقبل بسنديون. كابتن عايزين نعرف النهارده ايه اللي طالب في الاجتماع؟ هو الكلام كله كان على مواعيد المباريات مثلا ومساحه الملعب والمواعيد مجموعات. هو زي ما الكابتن اتكلم، اتكلمنا على التنظيم الناحيه الاداريه كويس. الكابتن برضو اقترح نقطه اللي هي الاجراءات الاحترازيه واتكلم فيها مع كابتن محمود الشيخ في الاخر، وكابتن محمود مشكور يعني تقبل الموضوع يعني بسعه صدري يعني، وقال ان شاء الله اكيد ده شكل اساسي وطبيعي يعني. الكابتن احمد الباشا اكاديميه ايه؟ جولدن بوي مدينه نصر. طارق حضرتك عمر الجرجاوي اكاديميه ايه؟ الفروسيه ان شاء الله. الكابتن عايزين نعرف النهارده ايه اللي تم في الاجتماع. كان بيحط اللائحه بتاعه 2007 2005، العدد اللعيبه، حدود الملعب اللي نلعب عليها، التايم بتاعها، الملاعب نفسها اللي نشترك فيها. النهارده ايه اللي تم في الاجتماع؟ هو النهارده كابتن محمود كان في البدايه زي ما كابتن احمد قال اللي بيعد اللائحه، انه اول كلمه قال لك اللائحه دي مش قران، نتفق احنا مع بعض نشوف ايه المشاكل بتاعه السنه فاتت نقدر نعدل اللائحه فيها بحيث ان احنا كلنا نطلع متفقين كلنا. كابتن اسماء احمد العربي، مدربه احمال واداري اكاديميه العربي. اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك. اتعرف بيك كابتن احمد العربي. اكاديميه العربي. كابتن عايزين نعرف طبعا عنصر النساء مهم جدا جدا والموضوع بالنسبه لك صعب اكيد. يعني عايزين نعرف بقى ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. هو الحقيقه النهارده كان الكلام كله على لائحه المباريات طبعا، وازاي هنبدا امتى والمواعيد وشكل الولاد هيكون ازاي والتنظيم طبعا، لان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا كاكاديمي اول مره نشارك في البطوله. فيعني احنا عندنا خطه كده وان شاء الله يعني تبقى ناجحه باذن الله. هو كان الاجتماع بيتكلم عن لائحه البطوله وعدد اللعيبه المشاركه طبعا خلال اللقاء، التبديلات، الكلام ده كله، اي حاجه خاصه بالمباراه او بشكل المباراه والتايم بتاع المباراه والتغييرات اللي في المباراه والكلام ده كله. بس ده اللي كان في الموجود النهارده. ولائحه البطوله اول سيزون مشاركه في البطوله طبعا بطوله كويسه جدا بقى لها 5 سنين. بتتكلمي في انديه دلوقتي، انديه كويسه، انديه اسماء معروف زي الترسانه زي الاسماعيلي وفادي، عاملين فرقه بيه وبيشتركوا في البطوله لسمعه البطوله الكويسه خلال اخر 5 سنين. هي يمكن البطوله الوحيده اللي موجوده بتوازي بطولات اتحاد الكوره. احمد مسعد مدير فني ايجل. نتعرف بيك. طارق الشيخ اشبال مصر. كابتن طارق عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. الاجتماع كان ممتاز جدا، مثمر جدا يعني، سمعنا اراء الناس كلها، وكابتن محمود الشيخ الحمد لله خد الملاحظات بتاعته واغلب اللي اتقال يعني ان شاء الله يتنفذ. حاجه ممتازه جدا ان يبقى الناس كلها مشاركه في النجاح، يعني ما يبقاش حد منفرد بالقرار، ده حاجه جميله جدا يعني. كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الاجتماع. والله الاجتماع كان مثمر جدا، كان فيه وجهات نظر كتير، كل واحد عبر عن وجهه نظره، كل واحد عبر عن ارائه. كابتن محمود الشيخ ساب حريه للناس كلها تتكلم، سمع كل الناس، طلب من كل الناس كل واحد يقول وجهه نظره، لو في تعديلات ممكن نعدلها، لو في حاجه ممكن نتكلم فيها، سمع كل الناس. فانا شايف ان هم الدنيا كانت مسمره كويس النهارده.
شكرا تاني لبسمة رشوان ولمحمد جمال. ده كان آخر كلام المدربين اللي حضروا الاجتماع بتاع يوم السبت اللي فات في ملعب مركز شباب الساحل. كابتن عدوي، انتوا كمدربين في الدوري يعني العلاقة، انت بتشكر كابتن محمد كرماني قبل البطولة وبتتكلم عن الكابتن احمد سعيد وبتتكلم عن الكابتن احمد الباشا وكابتن طارق بيتكلم عن الكابتن مصطفى، يعني المدربين كلهم رغم حالة التنافس الشديدة اللي ما بينهم، لكن في الاول وفي الاخر بتلاقي حالة يعني صداقة وحالة حب ما بينهم، وفي اي مشكلة تلاقي المدربين هي اللي بتحل المشاكل دي. يعني قبل ما احنا بنتدخل في الملعب بامانة بتلاقي المدربين هي اللي موجودة وهي اللي بتحل المشاكل وهي اللي وصلتوا ازاي للحالة دي. الحمد لله جوانا مجموعة علاقات ممتازة مع المدربين بدايه من كابتن كرماني وكابتن احمد سعيد، ومش عايز انسى حد كابتن حسين هليوبلس الصراحة من الناس المحترمة جدا، ادب واخلاق، وعملنا مجموعه علاقات كويسه جدا مع احمد مصعد وكابتن عمر الجرجاوي. طبعا احنا بنفتكره، انما كلهم حبايبنا واخواتنا واصحابنا، وعملنا علاقات كويسه جدا وعلاقات محترمه، وكانت في بيننا وبين بعض مباريات وديه الفتره اللي فاتت، فبتمنى ليهم التوفيق في الفتره اللي جايه وفي الدوري الجديد ان شاء الله باذن الله، ونظهر بالمستوى اللي احنا ظهرنا عليه فنيا واخلاقيا لاعلى مستوى ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كابتن طارق، عندنا مشكلة كبيرة بتواجه العالم كله وهي أزمة كورونا. بالظبط. انت بتنصح المدربين بإيه؟ يعني انا احنا كبطولة او كلجنة منظمة للبطولة بنعمل الإجراءات اللي هنقدر عليها وهنحاول يعني ننفذ الإجراءات اللي الدولة بتتبعها او بتناشد بيها او بتنصحنا بيها، ولكن في الاخر كل مدرب هو اللي يقدر يسيطر على اللعيبة بتاعته، هو اللي يقدر يلزم اللعيبة بتاعته، هو اللي يقدر يكلف اللعيبة بتاعته انها تعمل اجراءات معينة عشان نحافظ على نفسنا، لان سلامتنا اهم من اي شيء. حضرتك تقول ايه؟ اكيد طبعا الالتزام بموضوع الكمامة ده حاجة مهمة جدا في دخول اللاعبين، اكيد طبعا في المباراة ما ينفعش موضوع الكمامة دوت، بس يعني دخول على الاقل اللاعبين او اي تجمع كبير لازم يبقى فيه حاجة زي كده، لازم ان احنا ناخد حذرنا من حاجة زي كده. اتمنى برضو ان يعني المدرب لو لقى حد عنده سخن في اعراض او حاجه زي كده يمنعه ان هو يجي الماتش، يمنعه ان هو يجي التدريب، نحافظ على نفسنا نعدي الفتره ديت، وان شاء الله ربنا هو خير حافظ يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز بس اوجه كلمه شكر للدكتور اسامه يوسف نقيب الرياضيين في محافظه الجيزه، من الشخصيات المحترمه جداً. ومن الشخصيات المؤثره جدا في الرياضه في مصر عموما، هو اعتقد ان هو حاليا رئيس جهاز الكوره في نادي جينيوس من الانديه برضو المحترمه مع مستر ابو بكر صديق، لان انا اتشرفت شويه واشتغلت هناك رئيس للمنظومه الاعلاميه في نادي جينيوس، فعارف الناس هناك ناس محترمه جدا، من الناس اللي انت بتحبها ومتاثر بيها وليها فضل على حضرتك. كابتني ومدربي من 28 سنه، كنت بلعب معاه دوري، كنت 17 سنه، كان واخدني في فريق فيرست تيم وراء العرب، وفي الاساسيه طبعا هو بيبقى محاضر فيها مع دكتور جمال محمد علي، فمن الناس والشخصيات المحترمه جدا استاذ اسامه يوسف. برضو كابتني كابتن خالد حسن الشاذلي من الناس اللي هي ليها فضل عليا في ان هي عملت مني مدرب. على فكره موضوع ان انت تطلع مدرب بتبدا من وانت لعيب كوره، ان انت بتاخد سخن اللعيبه، اعمل اطارات مع الناس، بتلاقي نفسك ان انت بتوصل لمرحله ان انت بتحب الحاجه دي، تبتدي تدرسها، تبتدي تشتغل عليها، بس كده الحمد لله. تمام. كابتن يعني محمد، في ثانيتين مش في دقيقتين، في ثانيتين تقول ايه للمدربين بتوعك؟ طبعا كباتن الكبار كابتن مصطفى العريني مدرب حراس المرمى، كابتن حمص الزيني، كابتن حازم صقر، كابتن محمود حلمي، كابتن حازم الخولي مدير الاداري الاكاديميه، كابتن محمد رزق، مش عايز انسى حد، انتوا اصحاب مكان وليس مدربين معايا، لان اصحاب مكان ان شاء الله باذن الله بيكون وانجح ان شاء الله. كابتن محمد عدوي المدير الفني لاكاديميه العدوي، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن طارق الشيخ المدير الفني لاكاديميه اشبال مصر، شرفتنا النهارده ونورتنا. كن سعيد بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. كانت حلقه جميله جدا ومرت سريعا. هسيب حضراتكم مع الجزء الاخير والفقره الثابته من برنامج الحريف مع بسمة رشوان واثنين من نجوم نادي الانتاج الحربي، وان شاء الله نلتقي على خير يوم الاثنين المقبل في نفس الميعاد الساعة 11 مساء. مساء الخير استاذ محمود الشيخ، مساء الخير على كل المشاهدين ومتابعين برنامج الحريف في كل مكان، اهلا بكم في فقره جديده من برنامجكم الحريف. النهارده معانا اثنين نجوم من نادي الانتاج الحربي اللي الكل بيتوقع عليهم مستقبل كبير جدا في كره القدم. رحبوا معانا مع كابتن عبد الرحمن اسماعيل الخوانكي وكابتن مصطفى احمد معوطي. انا بك يا كابتن. الحمد لله تمام، نورنا النهارده، شرفنا معاك. ميرسي، ربنا يخليك. كابتن، عايزين نعرف عرفت نفسك ازاي ان انت موهوب في كره القدم، ومين اللي اكتشفك؟
انا بدات العب كوره من اولى اعدادي بالظبط. بدات مع صاحبي واخويا طبعا احمد اشرف، هو كنا بنلعب مع بعض وكده، وبعدين رحت اكاديميه المولين في مدينه نصر في الجبل الاخضر، وبدات اتمرن مع كابتن اسمه احمد وكابتن محمود، والحمد لله وصلت بعدها لنادي الصفا وبعدين منه لنادي الانتاج. يعني بدات اول حاجه في حياتك في كره القدم نادي الصفا، وبعد كده الانتاج الحربي. ما رحتش اماكن ثانيه؟ لا. تمام، مرحب بيك تاني في برنامج الحرفي يا كابتن. اهلا بيك كابتن. عايزين نعرف بقى عندك كام سنه وبدات ازاي تلعب كره، مين اللي اكتشفك؟ انا عندي 19 سنه ولعبت، اول ما لعبت بدات عندنا في المنصوره، وبعدين رحت نادي نجوم الفراعنه هنا في المنيب، لعبت هنا فتره مع كابتن علاء، وبعدين جه ناس من الزمالك اخذونا، لعبت في الزمالك موسم ونص، ودلوقتي سنه اولى انتاج ان شاء الله. عايز اعرف بقى، يعني كنت في نجوم صح؟ وبعد كده رحت الزمالك، رحت الزمالك ازاي؟ ايه الخطوه اللي انت عملتها عشان توصل للزمالك؟ انا كنت في النجوم، كنت كابتن الفرقه، وكنت بلعب 99 و2000 و2001، يعني كنت مبدع في كله يعني. وبعدين بقى جه ناس شافونا هناك وقالوا لي تيجي نادي الزمالك، رحت نادي الزمالك اتمرنت مع الكابتن جمال حمزه وكابتن امير عبد العزيز، وبعدين كابتن محمد جمال وكابتن احمد عبد المقصود، سنه ونص يعني. قعدت كتير، فتره كبيره. ايوه طبعا. كابتن عايزين نعرف بقى، انت كنت بتلعب فين قبل الانتاج الحربي تاني؟ نادي الصفوة. الصفوة، ايه المميزات بقى في نادي الصفوة وليه سبته؟ نادي الصفوة النادي له احترام وكل حاجة، بس هو درجة رابعة غير الانتاج. الانتاج ممتاز او درجة اولى يعني، ومش مظبوط في مواعيد تمريناته، وطبعا مش هنقارن الانتاج بنادي الصفوة، طبعا الانتاج نادي كبير وله احترامه وجماهيره، وانا ليا الشرف اكون في نادي الانتاج. اكيد ان شاء الله. بالك قد ايه في الانتاج الحربي؟ لسه اول شهرين. بالك شهرين. اكتر حاجه حبيتها في الانتاج الحربي كانت ايه؟ طبعا مدربين عندنا على اعلى مستوى، كابتن مصطفى وكابتن هاني وكابتن ناصر، لهم فضل عليا كتير، واحب اوجه لهم الشكر، وكمان كابتن ميمو غنيم احب اوجه له اكبر شكر، ان هو اللي وصلني لكده، وهو اللي جابني الانتاج، وحضرتك جابني مع حضرتك هنا. ربنا يوفقك يا رب. يا رب. ايه المميزات بقى في الانتاج الحربي؟ طبعا نادي الانتاج ما يقلش عن اهلي وزمالك، زيه نادي من انديه، وطبعا وسط دوري وكده، بس يعني في حاجات مميزات، وكل نادي له مميزاته وتختلف عن نادي تاني طبعا. اكيد. ليه سبت الزمالك؟ يعني ما حصلش نصيب. ايه السلبيات اللي واجهتك في نادي الزمالك؟ طبعا ما فيش سلبيات في نادي الزمالك، السلبيات كانت عندنا وانا مواعيد عشان انت من محافظه تانية. ايوه طبعا، وكل يوم بقى التمارين، يعني في مشكله في بين التمارين والدراسه، وكنت في ثالثه سنه وقتها بس هي دي المشكله. بقالك قد ايه في الانتاج الحربي؟ لسه سنه اولى. لسه سنه اولى. ايوه. طيب عايز اعرف بقى، ايه الميزه اللي في الانتاج الحربي اللي انت اكتشفتها فيه؟ طبعا هناك طبعا كابتن مصطفى هو اللي هيمسك 2001، كابتن هاني طبعا تمرينات يعني بدني، حابب طبعا اوجه للكابتن هاني اقول له ارحمنا شويه طبعا، والكابتن ناصر طبعا كلهم مدربين على اعلى مستوى، والكابتن ميمو غنيم هو اللي خدنا جابنا ودانا الانتاج، طبعا حابب اشكره واوجه له تحيه طبعا. مين مثلك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ مثل الاعلى في مصر طارق حامد، مع ان انا اهلاوي بس هو طارق حامد. ومثل الاعلى بره مصر كاسيميرو بتاع ريال مدريد. مين مثلك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ طبعا محلي ساسي طبعا فيش، وعالميا طبعا دافيد بيكهام، انا بحب دافيد بيكهام ستايله، انا اصلا لعبت في الملعب في مركزه، حبيت طريقته حتى شغله بعيد عن الكوره وكده، يعني راجل ناجح. اكتر تمرينه كانت متعبه بالنسبه لك هي ايه؟ تمرينه الكابتن هاني في الانتاج طبعا. اول يوم انت بتقول ارحمنا. ايوه والله، اول يوم كده كنا مريحين فتره ما اتمرناش، قال لك او 1%. 1% ده كنا، حتى احنا كنا كتيم، كنا قعدنا مع بعض بعد التمرين قلنا ده 1%، امال لما نوصل 5 و9 هنطلع نتمرن.
لا يرحمكم فعلا. ايوه طبعا كابتن هاني حبيبنا طبعا. اكتر تمرينه كابتن هاني ده، كابتن هاني غلاوه علي. كابتن هاني ارحمنا شويه. اه والله ده كابتن كان بيتعبك جدا طبعا التمرينات. معروف جدا. وبعدين كابتن هاني كان بيخلينا نص الملعب كله تمرينات، كنا ما بنقفش نص الملعب، لازم نعمل التمرينه كلها، وكان يفضل يقول لك 2% 3% وهي اصلا بتعدي 60%. تعب يعني ومجهود كبير قوي. احب اوجه له الشكر طبعا كابتن هاني وكابتن مصطفى. طب عايزين نعرف بقى انت دلوقتي في الانتاج الحربي، عايزين نعرف طموحك ايه، نفسك توصل ايه فيه؟ ان شاء الله السنه دي نعمل دوري حلو، وان شاء الله ناخد الدوري ونحقق اللي كل الكباتن عندنا بتتمناه، وان شاء الله نعمل حاجه ومنه نروح نادي احلى وكده ان شاء الله. مركزك ايه في الملعب؟ ديفندر. عرفني بتعمل ايه بالظبط؟ نص ملعب، بقف في الدايره بنص ملعب كده بنظام، بدافع وبهاجم برضو مع الفرق. تمام. ده بالنسبه لك المركز صعب؟ اه صح. نص ملعب دايما صعب عشان بتهاجم وبتدافع. بس عايز اعرف طموحك ايه في الانتاج الحربي؟ ان شاء الله يكون بوابه ان نرجع الزمالك تاني طبعا، ده اول حاجه. تاني حاجه كتيم، نعمل حاجه كويسه مع بعض، الروح اللي بيننا كلاعيبه احنا حابين نعمل حاجه مع بعض، كلنا تيم واحد، نلعب باسم الانتاج، نلعب اول ثانيه لاخر ثانيه زي ما بدانا ننهي، وطبعا نحقق اللي الكباتن بيقولنا عليه، ونوصل يعني نكلل مجهودهم ببطوله اخر الموسم ان شاء الله. مركزك ايه في الملعب؟ يعني انا مع الكابتن هاني وكابتن مصطفى، لعبت مساك، لعبت ديفندر، لعبت بلاي ميك، مستني بقى اقف جون. بس اخر حاجه تقف جون؟ اه. مش نفسك تقف جون فعلا؟ لا طبعا، انا لعبت فورورد اي ممكن، انما اقف جون صعبه شويه. طيب كلمني بقى عن كواليس اهلك معاك في الملعب في المباريات اللي انت بتروحها مثلا وكده. اكتر ماتش لعبته وكنت محقق فيه نجاح وجاب يعني اهداف كتيره جدا واهلك كانوا بيشجعوك؟ لا طبعا، انا حابب اشكر اهلي كلهم بلا استثناء، هم سبب وجودي هنا، هم وقفوا جنبي، هم دعموني. حابب اشكر عمي اللي وقف جنبي، اللي بيجي معايا دايما، اللي بيسندني. يعني هو الماتش الوحيد اللي لعبت فيه وعمي كان موجود، كان ماتش الزمالك وجبت جون في الانتاج الماتش السنه اللي فاتت. بس ان شاء الله لما اخلص نادي الانتاج او اطلع منه ان شاء الله اوصل للناشئين الاهلي، نفسي ابقى من الناشئين الاهلي، وثانيا ان شاء الله اوصل لمنتخب مصر اللي هو اي اصلا حلم اي حد طبعا بيلعب كوره، وحقق بقى وحقق حلمي بقى ان شاء الله. كلميني بقى شويه عن الكواليس بينك وبين اهلك في الملاعب في الماتشات. طبعا ابويا ومامتي بيخافوا عليا جدا، بيفضلوا يلعب بالراحه بس طبعا الكره. اتصبت في مره؟ لا الحمد لله لغايه دلوقتي لسه ما اتصبتش. بابا ومامتي بيفضلوا يقولوا لي العب بالراحه وكده، بس طبعا كره القدم حاجه فظيعه، لما بشوف واحد معايا في الفرقه والتيم كله فيه شجاعه وكده بنلعب بطريقه رهيبه. يعني نفسك توصل ايه في كره القدم؟ والله انا نفسي احقق حلم اهلي بس، يعني نفسي احسسهم ان هم، نفسي اعمل حاجه. ايوه طبعا نفسي افرحهم ان شاء الله. رساله اخيره بقى من خلال برنامج الحريف، الرساله اللي انت حابب توجهها سواء لاهلك، اصدقائك، الكباتن بتوعك. بصي انا حابب اشكر اهلي بلا استثناء، ابويا وامي واخواتي وطبعا عمي وعمامي كلهم واصحابي طبعا، الناس اللي بتقف جنبي وتدعمني انا حابب اشكرهم، وحابب اوجه الشكر للكباتن اللي دربوني والاساتذه طبعا اللي علموني، وكل الناس دي حابب اشكرهم وحابب اوجه لهم تحيه من خلال برنامج الحريف. طبعا كل الناس دي لها فضل عليا وما ينفعش انسى حد، مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد. رسالة أخيرة حابب توجهها من خلال برنامج الحريف، تحب تقول إيه؟ أحب أشكر أهلي وهم كلهم لهم كل الفضل طبعا، ولو زعلتهم في مرة هم أنا آسف يعني، وإن شاء الله أحقق لهم حلمهم وأخليهم يفرحوا بيا، وأشكر أصحابي وإخواتي طبعا اللي دعميني دايما وواقفين جنبي، و
وكل كل اللي بقى في جنبي ومن صحابي واخواتي، واوجه الشكر لابويا وامي. بشكركم جدا طبعا، وربنا يوفقكم ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن اسماعيل وكابتن مصطفى احمد معاطي، بشكركم جدا. بشكر كل المتابعين والمشاهدين برنامج الحريف في كل مكان. كانت معكم بسمه رشفان.